السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استخدمت البام المهمة الـ 3D Corporation إن إحنا نشوف التعرضات اللي موجودة بين القسم مع نفسه، وبعد كده بين الأقسام المختلفة نقدر نشوف الكلاشات موجودة فين وأنسب الطرق لحلها ومين المسؤول عن حلها. طبعا ده بيتطلب إن إحنا قبل ما نبدأ الديزاين نكون محددين المسار بتاع كل واحد، يعني نحدد مثلا الكهرباء هتبقى مثلا ناحية اليمين فوق، وبعد كده مثلا المية هتبقى تحت والشمال هيبقى التكييف وهكذا، يعني يبقى في توثيق قبل ما نبدا نعمل الموديل بدل ما كله يشتغل في نفس المكان وناخد وقت في ان احنا نحل الكلاشات. ال 3D coordination بيبقى المفروض كل اسبوع الراجل اللي هو البيم كوردينيتور بيحدد المشكله ويحدد مين اللي المفروض يحلها ويبعت لهم لو سمحتي دي مسؤوليتك ان انت تتحرك الحاجه ديت. ممكن يبقى في اجتماع بين الاقسام كلها ونشوف المشاكل اللي ال 3D coordination مش قادر ال 3D coordinator مش قادر ياخد فيها امر ويتناقشوا ويشوفوا مين اللي المفروض يحل المشكله ديت.